أن الشمس إذا طلعت من مغربها انتهى قبول التوبة. ولكن قد يسأل السائل يقول: هل الشمس تطلع من مغربها؟ المعروف أن الشمس تطلع من المشرق، فنقول نعم، هذا هو المعروف وهذا هو المضطرد منذ خلق الله الشمس إلى يومنا هذا. لكن في آخر الزمان يأمر الله الشمس أن ترجع من حيث جاءت، فتنعكس الدورة، تدور بالعكس، تطلع من مغربها. فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، حتى الكفار اليهود والنصارى والبوذيون والشيوعيون وغيرهم، كلهم يؤمنون. ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمان، كل يتوب أيضا. لكن الذي لم يتب قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا تقبل توبته، لأن هذه آية، آية يشهدها كل أحد. وإذا جاءت الآيات المنذرة لم تنفع التوبة ولم ينفع الإيمان.